بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نتكلم على تبول اللا إرادي عند الأطفال أو التبول في الفراش عند الأطفال، وأيضا هناك التبول عند بعض الناس في منتصف السادس عشر والثامن عشر من عمره. الحالة فهي هناك حالة نفسية وهناك حالة عضوية. فنتكلم عن الحالة النفسية، فالطفل كلما تبول في الفراش وعاقبته أو وبخته أو صرخت في وجهه فأنت قد لا تجد الطين إلا بلة. يعني لن ليس هذا ليس حل وليس علاج، إنما هو تعقيد في الأمور. الطفل فعليك تشجيعه ومساعدته، يعني تخويفه، فهو عندما يريد النوم فيفكر في أنه سيتبول في الفراش وستعاقبه وهذا وإلى غير ذلك. لذلك فعليك عدم تخويفه وتشجيعه. أولا تعويد الطفل لدخول الحمام قبل النوم، دائما أخذه إلى الحمام قبل النوم مباشرة. ثانيا تعويد الطفل على استيقاظ ليلا، تفيقه بالليل ويذهب إلى الحمام. ثالثا الطفل إلا بت أعطيه وعده، تقول له إذا لم تتبول الليلة فسأعطيك مكافأة. ثالثا إذا لم يتبول تشجيعه، ويعني تشجيعه إنه قد كذا ولم يتبول. رابعا تقليل السوائل قبل النوم، تقليل السوائل قبل النوم. خامسا ملعقة صغيرة قبل النوم بساعة، ملعقة صغيرة قبل النوم بساعة. وأيضا عصير أوراق الجزر مع ممزوج ببعض العصير بكوب صغير من عصير أوراق الزجر ممزوج بكوب صغير من عصير الفواكه ويشرب. وأيضا الخلنجان مع العسل على حسب عمر الطفل، فالخلنجان مع العسل لا يصلح لأطفال صغار أقل من 3 سنوات، إنما لأطفال أكثر من 5 سنوات. فهذا كل شيء عن التبول الإرادي، التبول اللا إرادي في المنام. والسلام عليكم.